طيب في هذا الباب حنحكي على الديب سيكونس موديلينج، انه احنا كيف ممكن نعمل موديلينج للسيكونس عشان نفهم السيكونس. انه انا بدي اتخيل هذه الكرة، لو طلبت منكم انه بدي اياكم تعملوا بريدكت ايش الاتجاه اللي ممكن تتحرك فيه هذه الكرة، فبالتالي الكرة هذه ممكن تتحرك في اتجاهات عديدة. طيب لو انا اديتكم انه معلومه انه الكوره كانت انه موجوده هنا، بعدين انتقلت هنا، بعدين انتقلت هنا، وهي موجوده في المحل في الموضع هذا، فايش الاتجاه اللي ممكن تتحرك فيه؟ حتتحرك بهذا الاتجاه. فبالتالي هي مفهوم السيكونس. اذا علمت انه انا عندي البريفيوس ستيتس، انا عندي كانت انه كيف شكلها، هذا بيساعدني انه بعمل بريدكت للنكست ستيب او للنكست ستيت. فبالتالي ببساطه زي ما انتم موضح عندكم هنا، انه انا ممكن اعمل بريدكت هنا. طيب ايش الداتا اللي بينطبق عليها هذا الكلام اللي بتحتوي على سيكونس؟ بطبيعه الحال الاوديو، يعني في الاوديو انه يعني طبيعه الملفات او الاصوات انه بتكون في لها نمط معين، فانا بقدر اعمل بريدكت ايش النكست فونيم او ايش النكست وورد بناء على شو كان انه السابق. وهذا الكلام برضه بينطبق على التكست، وعلى التكست يعني على سبيل المثال، يعني ممكن انا احكي جمله انه I am thirsty, I need a glass of water. فبالتالي انه بناء على معرفه هذا السياق بقدر اعمل بريدكت للنكست. طبعا هذا الكلام كتكست، كنص مكتوب، يعني كطبيعه بيانات انه بيانات مكتوبه. كيف؟ طبعا هذا يعني انا بحكي انه احنا بالنسبه لنا كبشر، لما انا جيت حكيت لك احزري ايش الكلمه، حزرتي قلت انه I need a glass of water، فبدنا انه الموديل طب يعني بناء على الداتا. فانا بدل ما انا اديله البيانات انه بشكل مستقل، بدي اديله اياها على شكل سيكونس. يعني هاي الفكره في الموضوع، انه احنا بدنا نبني سيكونس موديل، فبدل ما احنا نبني يعني نستخدم نتورك عاديه ما بيكون فيها اي يعني هنا لو انا قفزت، يعني هذه انه فيد فورورد نيورال نتورك، هل في يعني فرق لو كانت انه الاكس 2 انه كانت موجوده هنا او كانت موجوده، او الاكس 1 كانت موجوده هنا، هل هذا بيأثر على الاداء تبع النتورك؟ لا اكيد بطبيعه الحال. فانا بدي احاول ارتب النتورك انا عندي بحيث انه يكون في عندي معلومات السيكونس هذه بيتم نقلها عبر الشبكه، وهذا اللي احنا بدنا نشوف كيف بدنا نعمله. تمام؟ طبعا هذا الكلام له تطبيقات يعني عديدة، يعني في تحليل الدي ان اي مثلا على سبيل المثال، او تحليل الشفرات الوراثية، بيكون انه الاحماض الامينية بتاخذ نمط معين، فبناء على السيكونس هذا بقدر اعمل بريدكت لشو الحمض اللي موجود هنا. ممكن على سبيل المثال درجات الحرارة في لها نمط معين، فممكن انه ادخلها كسيكونس زي ما احنا حنشوف في المثال الان، انه انا لو عرفت درجة حرارة امبارح واليوم بقدر اعمل بريدكت لدرجة حرارة بكرة. كذلك ملفات الفيديو ممكن نحن نعتبرها انه هي سيكونس اوف ايمجز، فالايمجز هذه انه بتوضح لي انه صورة هنا بعمل ديتكت للسكيلتون فيتشرز، انه السكيلتون فيتشرز انه هذا هي الهيكل تبعه. تمام؟ في هذا الفريم، في الفريم اللي وراه حيكون انه هو اللي تغيرت وضعيه ايديه ورجليه، فبالتالي انه بقدر اعمل ديتكت للاكتيفيتي انه هو رننج. تمام؟ وهذه لها تطبيقات عديده، يعني انه مثلا على سبيل المثال في السورفيلانس كاميرا، كاميرات المراقبة في محطات المترو على سبيل المثال، بدل ما أنا أحط
ناس ان هم يراقبوا الكاميرات 24 على 24، فممكن انه بتطبيقات الاي اي اقدر اعمل ديتكت ايش اللي قاعد بيصير في محطة المترو، هل في ناس بتقاتلوا، هل انه يتدخل الامن او لا. فلها تطبيقات عديدة في هذا الاطار. صحيح. السيكونس في الايمج كمان مرة، انه انا حكيت لك انه لا، الايمج لحال احنا بنستخدم لها سي ان ان، هذا الكلام درسناه، انسب اركتكتشر لها انه سي ان. إذا كانت أنه هي صور ثابتة وبيستخدم معاها الآر إن إن، أنا ما بعرفش عليها إلا موضوع الترانسفورمر. موضوع الترانسفورمر أنه هو يعني بيعمل تقطيع للصورة وبعملها فيد للنتورك على شكل سيكونس، في هذه الحالة أنه هو بيقدر أنه هو يستخدمها كترانسفورمر. لأنه إحنا عندنا موضوع مهم جدا اللي هو موضوع الترانسفورمرز، وفي عندنا ترانسفورمرز للنص واللي من ضمنها الشات جي بي تي، تمام، اللي انتم بتستخدموه يعني، واكيد تعاملتوا معاه وعارفين انه هو كيف بيعمل جنريشن للنص. طب هذا الكلام كيف ممكن نعمل جنريشن لايمجز؟ تمام، كيف ممكن انه احنا نستخدم الفيديو او الفيجن ترانسفورمر في تاسك مشابهه للتاسك اللي احنا بنستخدمها للتكست في الان ال بي؟ فبالتالي انه ممكن انه احنا نتحايل على الشغله هذه، انه احنا نقطع الصوره ونعملها على شكل فريمز زي هيك، تمام، وندخلها للنتورك على شكل سيكونس. فبالتالي في هذه الحالة ممكن انه احنا نطور الـ يعني او نسمح للنتورك انه هي تتعامل يعني، او نبني ترانسفورمر للصور او للفيديوز بهذا الشكل، تمام. وهذا كلام برضو انه هنا يعني تكملة للأمثلة، إنه يعني هاي الفيديو sequence of images برضو هنا يعني الأسهم والشغلات هذه كلها إنه بتتقلب في إلها نمط معين، فممكن أعمل predict إنه الأسعار حتطلع أو حتنزل بناء على السيكونس هذا. طب بما إنه السيكونس داتا موجودة عندنا كتير، تمام، موجودة إنه كنص وموجودة كفيديو وموجودة كصوت، فكيف ممكن إنه إحنا نعمل موديلينج للسيكونس في النيورال نتورك او باستخدام النيورال نتورك؟ في انا عندي النتورك العاديه انه بيكون انا عندي الانبوت واحد والاوتبوت واحد، بغض النظر هنا على عدد الكلاسز انا عندي، لانه هذا الكلام انه بتحدد حسب الاكتيفيشن فانكشن. انا ممكن اعمل سوفت ماكس مثلا على سبيل المثال عشان تطلع لي مثلا واحد والبقيه اصفار لبقيه الكلاسز، انه على حسب الاوتبوت اللي بده يطلع معايا. فالفكره هنا في الموضوع انه هنا انا عندي 1 تو 1 باينري كلاسيفيكيشن، انه هل انه حعدي انا من هذا الماده، تمام. فبالتالي انه بيكون الانبوت هو عباره عن البروفايل تبع الستودنت، والنتيجه انه هل هو باس ولا لا، صفر او واحد. في التكست مثلا هنا لو بدي اتعامل مع السيكونس، في انا عندي النوع هذا اللي هو ماني تو 1، تمام. في الماني تو 1 هنا بيكون انا عندي الانبوت عباره عن سيكونس والاوتبوت يعني تطبيقاته مثلا زي السنتمنت كلاسيفيكيشن. هنا الاوتبوت انا عندي بوزيتيف او نيجاتيف بهذا الشكل، تمام. فبالتالي انا عندي الانبوت كسيكونس والاوتبوت واحد. طبعا هنا انتم لاحظوا النتورك هذه انه احنا كيف عملنا موديلنج للسيكونس، انه احنا عملنا لكل معلومة موجودة أنا عندي في السيكونس انبوت نيورون ووصلنا هذه التوصيلة. حنحكي على هذا الموضوع يعني لاحقا الآن، إنه إحنا كيف إنه هذه الكونكشن بتعمل موديلنج للسيكونس، بس الآن إنه إحنا قاعدين نتخيل إنه إيش هو الانبوت وإيش هو الأوتبوت، وهل هذا يعني ده في حال إنه كان إنه التطبيق له علاقة ب يعني إنه بالسيكونسز.
فالحالة الأولى ما need to one، معنى ذلك أنه أنا بيكون عندي الـ input sequence والـ output one output. الحالة الثانية one to many، هذه الحالة أنه بيكون في عندي input واحد تمام، والمطلوب أنه أعمل generation لسيكونس، أنه أنا أطلع الـ output كسيكونس. فبالتالي هنا الـ input بيكون image تمام، والتاسك هذه اسمها image captioning، والمطلوب انه انا اكتب او اعمل جنريشن لنص بيوصف الصوره هذه. A baseball player throws a ball، لاعب بيسبول بيرمي الكره. وفي عندي الحاله الثالثه اللي هي ماني تو ماني تمام، وهي يعني مستخدمه في تطبيق الماشين ترانسليشن. فبالتالي الانبوت بيكون عباره عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن سيكونس كذلك، ولكن هنا انه الانبوت لا يساوي الاوتبوت في الطول تمام، لانه انا في عندي يعني جملة بالانجليزية بيكون ترجمتها انه اطول بالعربي والعكس صحيح، وهذا الكلام انه بيعتمد انه انا في عندي كلمة بيكون ترجمتها كلمتين. يعني على سبيل المثال بارلمنت، بارلمنت الترجمة تبعتها انه كلمتين، مجلس شعب او مجلس نواب تمام، والعكس صحيح. يعني في كلمات بالعربي بيكون ترجمتها يعني اكثر من كلمة بالانجليزية تمام. طيب كيف بدنا نعمل النيورونز يعني باستخدام الريكرنس عشان نعمل كابتشر للسيكونس؟ طبعا هذا مجرد انه استذكار، احنا اخذنا البرسبترون انه بيكون في عندي كذا انبوت، في عندي نيورون واحد بيطلع انا عندي الاوتبوت، وفي انا عندي الاف سي الفولي كونكتد نتورك، لانه في عندي هنا كذا انبوت وهذه فولي كونكتد. وفهمنا ايش يعني فولي كونكتد، وممكن يكون في عندي هنا كذا اوتبوت او اوتبوت واحد بغض النظر تمام. هذا النوع الثاني من الشبكات، واخذنا شبكات السي ان ان لسه انه درسناها المحاضرات الماضيه تمام. فبدي اخذ، بدي اعمل ريكارنسي انا، ايش بدي اخذ؟ بدي اخذ الشبكه العاديه اللي هي الفيد فورورد نيورال نتورك اللي هي هذه الشبكه. ايش بدي اسوي فيها؟ بدي احطها بالطول زي هيك. كيف يعني بدي احطها في الطول؟ حيكون انا عندي الاكس هنا وهي النود تمام، وهي الواي، هاي موجوده عندكم في السلايد اللي بعديها تمام. فبالتالي هنا الاكس بدي احط له تي والواي بدي احط لها تي، انه هذه بتحفظ التمبورال انفورميشن السيكونس، لانه الاكس هذه بتمثل اكس 0 اكس 1 اكس 2 بهذا الشكل. فبالتالي انه مجرد انه احنا حطيناه بشكل عمودي، بدل ما احنا كانت انه النتورك انه موصله بشكل افقي زي هيك، حطيناه بشكل عمودي. فاول خطوه عشان اعمل هاندلنج للانديفيدوال تايم ستيب، انه انا لكل انبوت لكل معلومه انا عندي في السيكونس بدي اعملها نتورك لحال. هاي النتورك الاولى، هاي النتورك الثانيه، هاي الثالثه، مرتبطين مع بعض؟ لا. كيف بدي اربطهم مع بعض؟ بدي اعمل هاي الكونكشن، هاي الكونكشن، انه هذا النود تمام بدي اطلع منها اوتبوت واصله بهاي النود الهيد النود. وما دام انه هذه هيد النود، فعشان هيك احنا بدنا نسميها هذه انه الكونكشن هذه هيد ستيت، فهذه اتش 0 وهذه اتش 1. بهاي الكيفيه احنا نحفظ يعني معلومات السيكونس، او مش بنحفظ، ننقل معلومات السيكونس. فبالتالي انه واي 1 عشان انه تطلع، عشان اعملها كالكوليت على ايش يعني بيتم حسابها، على اي اساس او ايش اللي بيأثر فيها، اكس 1 واكس 0 من خلال الاتش 0 بهذا الشكل تمام. فبالتالي هنا الواي هات ات تايم تي ايش بتساوي؟ الاف اكس تي في هذيك الستيب، وكذلك الاتش تي ماينس 1. يعني هاي انا عندي واي 1 اتش 0 اللي هي الاتش 1 ناقص 1 تمام. فبالتالي انه هاي الاوتبوت بيعتمد على الانبوت تبعه بالاضافه للباست ميموري بهذا الشكل تمام. طبعا هذه النوتيشن مكافئه لهذه النوتيشن، يعني ممكن انا اعمل الشبكه زي هيك
وممكن انه افرطها بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل. فبالتالي انه هذه الكونكشن بوصلها لهيك، برجع بوصلها في نفس النود، فبالتالي انه هذه ريكرنت كونكشن وهذه ريكرنت سيل بهذا الشكل. تمام. طيب الريكرنت نيورال نتورك زي ما اتفقنا انه خلاص هاي النوتيشن تبعتها بشكل مبسط، وبتحتاج ان احنا نعملها انه انرولينج على حسب عدد الستيتس اللي موجوده انا عندي هنا، يعني فبفرضها. الهيدن ستيت هذه كيف بدي احسبها؟ الاتش هاي على ايش بتعتمد؟ الاكس، تمام؟ في انا عندي ويت هنا، تمام؟ فبالتالي هنا عبارة عن الـ FW اللي هو الـ Function Weight XT، تمام؟ و HT minus 1، لأنه لو بدي أجي بلاش بلاش زيرو، لو جيت اطلعت على H1، H1 هذا الـ Output على ايش بيعتمد؟ على اللي داخل عليه. ايش اللي داخل عليه؟ X1 و H0، تمام؟ فبالتالي إنه هي المعادلة إنه XT و HT minus 1. هذه الهيدن ستيت، تمام. طبعا لو بدي اعمل امبلمنت لهذا الكلام، يعني باستخدام النيورال او باستخدام البايثون كود، فانا بعرف الار ان ام تبعتي، تمام، وهي الهيدن ستيت كلهم بعملهم انيشاليزيشن زيروز. وهنا السنتنس انا عندي اي لاف ريكرنت نيورال، فبالتالي انا بتوقع انه احنا كهيومن نتوقع انه الاوتبوت او النكست وورد تكون نتوركس، تمام. فبالتالي انه لكل كلمه من هذول الكلمات ايش بدنا نسوي في الجمله؟ بدي اعمل، يعني بدي استخدم الريكرنت نيورال نتورك، فبدي اديله الوورد والهيدن ستيت عشان ايش ارجع الهيدن ستيت، تمام، والبريدكشن. فبدي اضلني اعمل من هاي، اعمل بريدكت لهاي لهاي لهاي، هيك انه انا بكون مشيت على سيكونس عشان اعمل بريدكت للنتوركس، يعني النكست وورد بريدكشن، تمام. كيف النتورك مش مخزنه في ايش؟ اي نتورك؟ هذا البريدكشن من وين جابها؟ لا 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 لا، هذه انا بدربوش الان، انا بستخدم النتورك عشان اعمل بريدكت. يفترض انه يكون اوريدي تدرب، فهو بروح بكون انه تدرب عليها، انه بتكون مرت عليه يعني نصوص عديده مكونه انه مذكور فيها نيورال نتورك بشكل متكرر، تمام، بفريزز مختلفة. فبالتالي بناء على اللي هو تعلمه بتعلم انه دائما انه نيورال بيجي بعديها نتورك. بالضبط، يعني هتلاقي انه معظم المودلز البري تريند مودلز انه هي مدربه على ويكيبيديا، في بعض منها انه مدرب على تويتر مثلا، انه وفي البعض الثاني انه مدرب على يعني اي حاجه موجوده على الانترنت زي الشات جي بي تي، كل على كل حاجه على الانترنت فعليا، انه بعمل كراول لكل المقالات والكتب والهذي انه على الانترنت، وبصير لها فيد للنتورك. طيب حقيقة الهيدن ستيت هذه بصير لها ابديت؟ تمام، لانه هي طلعت، تمام، اوتبوت، والاوتبوت هذا رجع دخل مره ثانيه، فهل حيأثر على هذا ويغير الاوتبوت من اول وجديد؟ حيغير، وهذا هو مفهوم الريكرنسي، تمام. فبالتالي انا عندي الانبوت اكس تي، تمام، فبالتالي الاتش ايش المعادله تبعتها؟ هي الاكتيفيشن فانكشن تان اتش، تمام. بدي اسمي مسميات، انا في عندي هنا دبليو وعندي هنا دبليو لهذه الكونكشن، كل كونكشن في لها دبليو، وهذه الكونكشن لها دبليو.
هجيت الكونكشن هاي ايش بسميها؟ اكس اتش. ليش؟ لانه بين الانبوت اكس والهيدن ستيت. هجيت هذه الكونكشن ايش بسميها؟ اتش اتش. ليش؟ لانه بين الهيدن ستيت ونفسها. وهذه الكونكشن ايش بسميها؟ اتش واي، لانه بين الاتش والواي. فبالتالي الاتش تي ايش بتساوي؟ تان اتش دبليو اتش اتش مضروبه في الاتش 1 اتش تي ماينس 1، تمام؟ اللي هو الانبوت في الويت. وين الانبوت؟ هي الانبوت، مش داخل انا عندي انبوت، مش هذا برضه اتش تي، تمام؟ بس السابق ماينس 1، تمام؟ زائد الدبليو اكس اتش اللي هي هاي في الانبوت اللي هو اكس تي، تمام؟ هينا حسبنا الاتش تي، معنى ذلك انه بصير لها ابديت بشكل مستمر لغايه لما انه هي تستقر. طيب حسبنا الاتش، ايش بدنا نحسب بالواي؟ هاي الاتش المعادله تبعتها من السلايد السابقه، الواي ايش بتساوي؟ دبليو ترانسبوز اتش واي اللي هي الويت اللي موجود هنا اتش واي ضرب الاتش تي اللي هو هاي الانبوت. بالضبط، ما دام الانبوت هذا طالع من الهيدن ستيت فهو اتش تي، تمام؟ فخلاص صارت المعلومه عندنا موجوده. يعني بدنا نرجع لمفهوم الكمبيوتيشنال جراف اللي احنا درسناه في النيورال نتورك. ايش بيسهل علي الكمبيوتيشنال جراف؟ انه بيسهل علي كيف بدي اعمل امبلمنتيشن، كيف اعمل فيكتورايزيشن باستخدام النمباي والبايثون. فبالتالي الفيكتورايزيشن هنا زي ما انتم شايفين انه هاي مكافئه، تمام، لهاي، وهي هنا محطوط دبليو اكس اتش دبليو اتش واي دبليو اتش اتش، تمام، لكل وحده من هدول بهذا الشكل. فهنا راح يطلع انا عندي الاوتبوت، لكل اوتبوت يفترض انه يكون في عندي لوس، تمام، بده يكون في عندي ال كبيره اللي هي عباره عن فيكتور بيحتوي على كل اللوسز تبعت كل الاوتبوتس اللي موجوده انا عندي، تمام. واللوس بيكون انه هو عباره عن حساب الواي هات ماينس الواي ترو. وعشان انتم تكونوا عارفين، تمام، انه هنا يعني عشان تتخيلوا الوضع كيف انه بيتم ادخال هذه الشغله، يعني انا بدور على نتورك، يعني خليني اكتبها، يعني مش مشكله. الجملة اللي احنا اخذناها، فهنا انا عندي الانبوت اي يفترض انه يكون الاوتبوت هنا لوف، تمام. بعدين الجملة الكلمة الثانية انه لوف يفترض انه يكون الجملة اللي وراها انه نيورال، تمام، نيورال او ريكرنت يفترض انه يعني زي هيك، بس انه وصلت الفكره، تمام. فبالتالي انه يعني بيكون انا عندي الانبوت كسيكونس زي هيك وبدربه انه يكون الاوتبوت زي هيك، تمام. وعشان تكون الامور هذه واضحه بالنسبه لكم انه انا كيف بدرب هذا الكلام على النتورك، فبالتالي انه انا بدي اتخيل انه انا عندي جمله انه سنتنس. واضح عندكم النص ولا اكبر شوي؟ تمام، انه السنتنس انه my name is احمد and I go to school مثلا every day مثلا. فبالتالي انه بدي اعتبر انا عندي هنا الويندو بتساوي 3، تمام. في هذه الحاله بيتم ترتيب الجمله هذه، يعني هاي التريننج سيت، هاي الكوربوس تبعتي، وفي هنا عندي جمل ثانيه كثير. كيف بيتم ترتيب التريننج سيت لو كانت انه انا عندي الويندو 3، تمام؟ فبالتالي بيكون انا عندي الاي الانبوت الاول انه ماي نيم is
تمام، والاوتبوت بده يكون انه name is احمد بهذا الشكل. هاي التريننج اكزامبل الاول. تريننج اكزامبل الثاني بده يكون انه name is احمد والاوتبوت is احمد and وهكذا بهذا الشكل. اوكي، بس عشان تكونوا متخيلين انه كيف بيتم تدريب للنيورال نتورك بعد ما انه احنا نعمل فيد للاركتكتشر. عشان هيك انا عندي اكس 1 اكس اكس 0 اكس 1 اكس 2 والاوتبوت زي هيك. تمام، يفترض انه بعد الكونكشن هذه اللي بتحافظ على الريكرنسي انه هو يصل للويتس اللي بتعمل بريزيرف للسيكونس، وبقدر اعمل بريدكشن للايشن نيكست وورد. تمام، كيف حيكون كثير ايش؟ اكيد طبعا بطبيعه الحال. تمام، فحكيت لو انا بدي اعمل امبلمنتيشن لهذا الكلام، هي انا عندي الاكس او دبليو اكس اتش دبليو اتش اتش. تمام، فانا عندي هنا زي ما انتم شايفين انه عامل كلاس ار ان ام سيل. تمام، وحاطط هنا ويت دبليو اكس اتش دبليو اتش اتش دبليو واي اتش. تمام، وعامل انه السيل انه هي فيها هيدن ستيت. تمام، وايش المعادله تبعتها اللي هو تي اف ماث تان اتش، وطبق المعادله هذه اللي احنا شفناها في السلايد السابق. بالتالي انه بيطبق هاي المعادله وهاي المعادله، فبالتالي انه هذا الامبلمنتيشن يعني بيساعدكم انه تفهموا فعلا كيف انه الريكرنت نيورال نتورك انه هي تشتغل. فالاوتبوت ايش بيساوي؟ الدبليو اتش واي ضرب الاتش الهيدن ستيت، وبرجع الهيدن ستيت، وبرجع الاوتبوت والهيدن ستيت. اوكي تمام، فهذا لو بدي اعمل له امبلمنتيشن يعني فروم سكراتش. طبعا في التنسر فلو في عندي امكانيه ان انا استخدم الريكرنت نيورال نتورك بدون ما اعمل يعني الامبلمنتيشن الخاص فيه، يعني فهو بيريحني في الموضوع هذا. كيف؟ ببساطه تي اف كيراس لايرز سمبل ار ان ان، وبعطيله هنا عدد اليونتس. تمام، بهذا الشكل. تمام، نرجع بنذكر في الموضوع انه السيكونسز اللي موجوده انا عندي هنا. فالسيكونسز انا عندي هنا ال 1 تو 1 عاده يطلق عليها فانيلا نيورال نتورك، فبالتالي انه عشان اميزها من الريكرنت نيورال نتورك انه بسميها فانيلا نيورال نتورك. هنا عندي ماني تو ماني زي السنتمنت كلاسيفيكيشن، هنا وان تو ماني زي التكست جنريشن. تمام، وزي الايمج كابشننج. في التكست جنريشن انا بطلب منه او بعطي له جمله وهو بروح بكمل يعني يعني باراجراف كامله مثلا على سبيل المثال. وماني تو ماني زي الميوزك جنريشن وزي الترانسليشن. هنا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه احنا ممكن نعمل ستاكينج للنيورال نتوركس يعني فوق بعض، يعني نعمل عده طبقات. احنا اكتفينا بهذه الطبقه عشان نعمل الريكرنسي، ولكن انا ممكن اعمل ستاكينج للنيورال نتورك بهذا الشكل. لاحظوا معايا الرسمه كيف راح تكون. الرسمه خليني ادور على مكان فاضي ارسم فيه هنا. فحتكون انه هي الانبوت الاول الثاني الثالث، خليها على ثلاثه انبوت وثلاثه اوتبوت. فممكن انه يكون انه هي النود الاولى، النود الثانيه، النود الثالثه، واعمل كمان طبقه النود الاولى النود الثانيه النود الثالثه وهكذا. ممكن احط طبقات زي ما بدي. تمام، وخلينا نعتبر انه هذا النظام اللي هو ماني تو وان، فبالتالي انه بده يكون كونكشن هيك. هاي الاسهم كونكشن هيك هيك، والريكرنسي هيك وهيك. طبعا بدي اعمل فيد للطبقه اللي وراها بهذا الشكل، وبعدين هيك هيك وهيك. تمام، فبالتالي انه عندي هنا واي وحده، وعندي هنا اكس 0 اكس 1 اكس 2. لو كان انا عندي هنا اكثر من واي فبصير هنا عندي واي
وهنا برضو عندي واي، فبالتالي انه على حسب سواء كانت ماني تو ماني او 1 تو 1، فممكن اعمل ستاكينج لعدة طبقات على الان، وهذا مجال يعني بيلعبوا فيه الباحثين، يعني انه ممكن انه هو يجرب طبقة، ممكن يجرب طبقتين ثلاثة، بحيث انه هو يشوف مين اللي بيجيب له نتائج اكثر. اوكي، لغاية الان الامور تمام. تمام. كيف؟ تمام الأمور؟ طيب، هجيت الديزاين اللي احنا عملناه، هذا الديزاين هل بيأدي يعني انه يعني بي يعني بي 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 بيلبي المعايير في السيكونس موديلينج؟ ايش هي المعايير؟ اول حاجه انه هاندل فاريبل لينث، هذا الكلام يعني معروف جدا. انا عندي في جمل يعني بتيجي، انا عندي بالضبط الجمله 3 كلمات، جمله 7 كلمات، تمام، وتراك لونج تيرم ديبندنسيز، انا في عندي علاقه بين اول كلمه واخر كلمه، انه هذه على سبيل المثال انه لازم توافق هذه الكلمه في التذكير والتأنيث مثلا على سبيل المثال، او في التصريف، تمام، ومنتين اوردر انفورميشن انه هذه الكلمه قبل هذه الكلمه، وشير باراميتر اكروس نتورك. في الحقيقه الريكارنت نيورال نتورك هاي اللي احنا عملناها انه بتلبي هذه الاحتياجات، فبالتالي انه يعني مناسبه جدا عشان استخدمها عشان اعمل بريدكت للنكست وورد، ولكن في لها مشاكل، حتشوف المشاكل فيما بعد، بس خلينا نشوف كيف ممكن نعمل بريدكت للنكست وورد بطريقه عمليه. طبعا ناخذ مثال، المثال انه this morning I took my cat for a walk، والمطلوب انه احنا نعمل بريدكت للنكست وورد. انا مش طالب منكم ان انتم تحذروا ايش هي النكست وورد للجمله هذه، تمام، بقدر ما انه احنا بدنا نفكر كيف فعليا كيف بدنا نعمل فيد للنيورال نتورك لهذه الجمله. فعليا النيورال نتورك ما بتقبل انه انا اديها كلمه وتعمل لي بريدكت للكلمه، يعني ديب بيجي وراها دائما ليرنينج، ما بنفع انه انا اعمل فيد لديب للنيورال نتورك. النيورال نتورك ما بتقبل نصوص، فبالتالي انه بتقبل ارقام فيكتورز بهذا الشكل، فبالتالي بدي اعمل فيكتور، بدي اعمل ريبريزنتيشن لهدول الكلمات على شكل فيكتورز. فكيف بدنا نعمل هذا الكلام؟ انا عندي هنا اول خطوه، انا بدي احدد ايش الفوكابلري تبعي. انا عندي كوربوس، تمام، المفردات انتم عارفين ايش معنى المفردات، في فرق بين المفردات والكلمات. كيف؟ لا 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 لا، المفردات اللي هي كيف؟ يعني لو بدي اخذ انا سنتنس، انا عندي انه مثلا انه my name is احمد and his name is علي، فهنا الwords عدد الكلمات W ايش بيساوي؟ هاي 1 2 عديتوهم 9. اما ال V الفوكابلري، صحيح، فانا عندي هنا الماي مكررة مرة واحدة، هاي 1، نيم مكررة مرتين فبعد واحدة، هي 2، 3 4 5 6، لا نيم عديناها قبل هيك، وإز عديناها قبل هيك، قد هاي كمان مرة، أي 1 2 3 4 5 6، النيم عديناها قبل هيك والإز عديناها قبل هيك، هاي 7. فهي صار في عندكم يعني عارفين إيش يعني فوكابلري وإيش يعني كلمات بهذا الشكل، فبالتالي انا بدور على اليونيك ووردز الكلمات.
فبدي احدد الفوكابلري، والفوكابلري انه في طريق يعني عده طرق انه انا احددها، انه انا ممكن احصر يعني انه بدي يكون انه هذا الانبوت تبعي، فكل الكلمات اللي ممكن تكون موجوده انا عندي في النصوص بدي اعمل لها كل انبوت لكل كلمه انبوت. عشان هيك انتم ممكن تلاقوا في بعض الامبلمنتيشنز انه بيحصر الفوكابلري ل 5000، بيختار اكثر 5000 مفرده مكرره او مستخدمه او شائعه، تمام، والبقيه بروح بعمل له دروب. طب لو صادفت كلمه مش موجوده في الفوكابلري ليش بسوي؟ بروح بستبدلها ب unknown يو كي ان، تمام، كلمه نادره الاستخدام. فبالتالي انه ليش احجز لها يعني مكررة مرة واحدة مرتين، ليش أحجزها فوكابلري؟ فبالتالي إنه يعني ممكن إنه أحصر الفوكابلري ل 5000 10000 على حسب. بعدين الخطوة الثانية بدي أعمل إندكس إندكسينج، وهذه الخطوة اسمها وورد تو إندكس. كل كلمة بصادفها بروح بديلها إندكس معين. بعدين الكلمات هدول بروح بعملهم إنكودينج أو إمبيدينج، وان هوت إمبيدينج بهذا الشكل. إنه الكات هذه موجودة في الآيث إندكس بهذا الشكل. هاي الاندكس الثاني، تمام، هاي الكات الاندكس الثاني، فبالتالي هذا بيكون واحد والبقيه اصفار. وبعدين بروح بعملهم مابينج او امبيدنج في سبيس، بحيث انه على سبيل المثال انه بلاحظ انه الكات والدوجز يعني بروح بعملهم ريبريزنتيشن في فيكتور، انه الكلمات اللي لها علاقه مع بعض بروح بعملهم مابينج في نفس المكان في سبيس جديد بسميه الامبيدنج سبيس. فبالتالي بلاقي الكات والدوغ انه في لهم علاقه مع بعض، الهابي والساد لهم علاقه مع بعض، تمام. وبمناسبه الامبيدنج ممكن انا الاحظ انه انا عندي هنا على سبيل المثال انه كلمه ابل لها علاقه بدرجه كتير كبيره باي بي ام، تمام، مايكروسوفت، جوجل، تمام، وبرضو إلها علاقة بالبنانة، تمام. فبالتالي فعليا الورد امبيدنج بجيب انه ايش الشغلات السيميلر، بس ما بيقدر انه ياخذ بعين الاعتبار السياق. عشان هيك نحن هنشوف يعني الريكرنت نيورال نتورك انه بدي شغله انه هي تساعد في السياق، وهذا هو دور الترانسفورمرز، تمام. بس عشان انه احنا ذكرنا هذا الشيء عشان احنا نشرح حكيت الـ variable length، هنا أعطي لي أمثلة بأطوال مختلفة للكلمات، تمام؟ والـ long term dependency في مثال عليها هذه الجملة France is where I grew up، تمام؟ فرنسا هي المكان اللي أنا كبرت فيه، but now I live in Boston where I speak fluent. فإيش بتعمل؟ يعني إيش بتتوقع؟ فإلها علاقة بدرجة كتير كبيرة بالكلمة هذه اللي معمولة بالبوت، تمام؟ فهاي long dependency يفترض إنه المعلومة هذه تكون عشان أقدر أعمل predict the correct word، تمام؟ capture differences in sequence order، يعني على سبيل المثال جملتين إنه the food was good not bad at all، وهنا the food was bad not good at all. انا لو بتعامل مع الكلمات هذه بدون سيكونس، انا عندي good هي مكرر، عفوا good هي مكرره مره والباد مره، هنا good مره، دائما انا بركز على الفود والgood مره هنا، لكن باخذ بعين الاعتبار السيكونس انه not bad يفترض انه هو يستنبط انه هي good و not good إنه هي bad. فبالتالي إنه المعلومات هذه بيقدر يعملها capture بالsequence، لكن بدون وجود السيكونس ما بيقدر إنه هو يتوصل لهذه المعلومات، يعني هو بيكون إنه عنده good و bad ومش قادر إنه هو يربط بيناتها في meaning مع بعض. فبالتالي إنه يعني ضربنا أمثلة على الشغلات هذه كلها وشفنا إنه هو بيعمل preserve للsequence، تمام؟ تمام؟ طيب حكيت كيف بدنا نعمل تريننج لهذا الموديل. الموديل يعني بدنا نستخدم الباك بروبيجيشن العادي،
الجريدينت ديسنت العادي، بس هنا بده يكون ثرو تايم، انه باك بروباجيشن بي بي تي تي. تمام، ايش المبدا تبع الموضوع هذا؟ طبعا للتذكير، الباك بروباجيشن في الفيد نيورال نتورك في هنا عندي تو باسز، في هنا عندي الفورورد باس وفي هنا عندي الباكورد. انه في الفورورد انه اول حاجه بحسب الجريدينت وبحسب اللوس، وبعدين بناء على اللوس بحدد الابديت للباراميترز وبعمل شيفت للباراميتر عشان اعمل مينيمايز لللوس. شيفت للباراميتر مقصود فيها ابديت للويتس. فبالتالي هنا زي ما انتم شايفين انا عندي فورورد وباكورد. طبعا هذا الكلام في الريكرنت انه بده يكون ثرو تايم، لانه فعليا انه الاوتبوت هذا تمام ممكن انه هو يتغير. معنى ذلك انه انا بدي استنى لما يستقر الاوتبوت، يعني لما اعمل بريزنت لاكس واحد راح يطلع انا عندي واي واحد، تمام، بناء على الاتش تي ماينس واحد والاتش تي اللي موجوده انا عندي، تمام، بهذا الشكل. فبالتالي انه انا بدي استنى لما يصير في انا عندي ابديت. فعشان هيك انه هو يعني باك بروبجيشن، بدي استنى انه هذه الاوتبوت انه هي لما تستقر عشان اقدر احسب اللوس. بعد ما يعني تستقر واحسب اللوس، ساعتها بقدر اعمل باك بروبجيت انه للابديت. والابديت زي ما انتم شايفين الحساب انه بكون انا عندي بهذا الاتجاه وبهذه الاتجاهات، تمام، بهذا الشكل. الابديت بيكون بالاتجاه المعاكس، بهذه الاتجاهات وبهذا الاتجاه، تمام. فهو نفس الالجوريثم بس باخذ يعني بعين الاعتبار انه التايم. اوكي، طيب احنا سابقا تعرضنا لموضوع التريننج للديب نتورك او للديبر نتورك، الشبكات العميقه جدا. حكينا انه في عندها مشكله او مشكلتين، يا اما الجريدينتس او الويتس تتهاضم بشكل كتير كبير فبنسميها اكسبلودنج جريدينتس، او بصير لها فانيشنج تتقلص بشكل كتير كبير. وهذا الكلام ناتج عن حاصل ضرب الويتس لما تكون اقل من الصفر، لما اضرب ارقام عديده وتكون اقل من الصفر، فهذا بيؤدي انه الرقم هذا بصير له شرينك يتقلص. والعكس، لما اضرب ارقام اكبر من الواحد الصحيح، تمام، فحتتعاظم بشكل كتير كبير. تمام، وحكينا ايش الحل لهذه الشغله، انه حكينا الحل انه انا استخدم اكتيفيشن فانكشن مناسبه واختار الانيشاليزيشن ويت بشكل مناسب، وحكينا انه في معادله والمعادله هذه بتاخذ بعين الاعتبار عدد الطبقات. حكيت هنا الجديد في الموضوع انه هنا في الاكسبلودنج جريدينتس، تمام، ممكن اطبق حاجه اسمها جريدينت كليبنج، انه انا اقتص من الجريدينتس اذا تعاظمت عن حد معين، تمام. وفي الفينيشنج جريدينتس ممكن انا اطبق يعني ثلاث تريكات، اللي هي الاكتيفيشن فانكشن هذه حكينا عنها، والويت انيشاليزيشن حكينا عنها، والنتورك اركيتكتشر. وهذا حيؤدي انه احنا نحكي على ال اس تي ام والجي ار يو، من نغير الاركيتكتشر في الريكرنسي او في الريكرنت سيل. خلينا نشوف اول حل اللي هو الاكتيفيشن فانكشن. طبعا هنا رسمه التفاضل او الديريفاتيف تبعت الريلو تبعت التان اتش تبعت السيجمويد، واضح جدا انه التان اتش هي افضلهم في انه تمنع الاف برايم او التفاضل انه يصير له شرينكينج لما الجريدينت انه تكبر بشكل يعني الاكس انه يكون انه يعني اكبر من الصفر. فبالتالي انه الريلو من يعني افضل الاكتيفيشن فانكشنز اللي ممكن انه هي تحد موضوع يعني هذا يعني هذه المشكله. كيف الريلو؟ تمام، يوزنج ريلو بريفنتس انه الاف فروم شرينكينج. ليش؟ لانه التفاضل تبعها ثابت، يعني مهما كبرت الاكس انا عندي التفاضل تبعها ثابت، تمام، لكن هنا التفاضل تبعها انه متغير. التريك الثاني اللي هي الباراميتر انشلايزيشن، وهذا حكينا عنه في السلايدات السابقة، وحكينا عنه في معادلة للانشلايزيشن. هنا الحل تبعه انه بروح بعمل يعني انشلايزيشن الويت باستخدام الايدنتيتي، بحطهم كلهم وحايد،
تمام، هذه افضل انيشاليزيشن. تمام، فهذا الحل مستخدم وهذا الحل مستخدم. الحل الثالث انه انا استخدم، او التركية الثالثه انه انا استخدم الجيتد سيلز. بالجيتد سيلز في هذه الحاله انه بدي احدد انه ايش يعني انه بدي اتحكم في الفلو في للانفورميشن، يعني بمعنى انه هل دائما انه اعمل جمع وحاصل ضرب ولا لا، ولا ممكن في بعض الاحيان انه امنع هذه الشغله لانه المعلومه انه هي مش مفيده، فبالتالي لا طائل من اجراء عمليات الضرب والجمع، فبالتالي بحتاج لجيتس عشان تتحكم انه تعمل فيد للاوتبوت ولا انه تمنع الاوتبوت انه هو يطلع من الريكرنت سيل. والجيتس هذه ممكن انه اطبقها باستخدام ال اس تي ام والجي ار يو. تمام، وال اس تي ام فيها يعني بعض الجيتس، في انا عندي الفورجيت جيت والستور جيت والابديت والاوتبوت، هيها موجوده جوا وهي بتتحكم في سيل المعلومات انا عندي بهذا الشكل. تمام، هنا انا بدي اقفز، في عندكم بعض الاشياء مش مذكوره هنا، حطيت لكم اياها في سلايد منفصل بس لزياده الفهم عندكم في الار ان ام. اوكي، حكيت اول حاجه اللي هي مفهوم الريكرنسي، انه احنا ليش رتبنا النتورك بهذا الشكل. هذا الكلام اوريدي ذكرناه، ولكن هي اعاده له عشان اتخيل الموضوع. تخيلوا ان انا بدي اعمل بريدكت لدرجه الحراره، فانا عندي يسترداي توداي عشان بدي اعمل بريدكت لتومورو، فممكن انه ابني ثلاث نتوركس منفصله، هاي دي بيفور يسترداي عشان اعمل بريدكت ليسترداي، يسترداي عشان اعمل بريدكت لتوداي، وتوداي اعمل بريدكت لتومورو. هدول نتوركس منفصله. فالان احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا ناخذ بدي اخذ كونكشن من هنا واعمل له فيد هنا، فهيك انا بعمل بريزيرف للانفورميشن، فبالتالي انه توداي تمام ما بيأثر عليه فقط يسترداي بس، بل بيأثر عليه اللي هو الدي بيفور يسترداي بفضل هذه الكونكشن. وهنا نفس الكيفية، طبعا هذا الكلام بيؤدي انه يكون في عندي الريكرنت نيورال نتورك اللي هي الكونكشن هذه اللي احنا كنا نرسمها بشكل افقي، انه انا عندي هاي الانبوتس بهذا الشكل وهي انا عندي النودز بهذا الشكل. تمام، فبالتالي انه هاي الكونكشن هيك وهيك بهذا الشكل. تمام، كيف؟ صحيح، فبالتالي انا بعمل يعني يعني الهدف انه انا اعمل بريدكت لدرجة الحرارة تومورو، فبعطي له انه اول امبارح وامبارح ودرجة حرارة اليوم، لازم ادي له الثلاث معلومات هدول. انا بهمنيش هدول الاوتبوت تبع هدول لانه هذه الانفورميشن انا اوريدي عندي، بس باخذ الريكرنسي تبعتهم انه في يعني بوصل انه الانفورميشن كسيكونس زي هيك. تمام، فهذه الاتش ستيت هي بتكون انه يعني انه هنا بيكون في عندي نود للواي وهنا بيكون في عندي نود للواي وهكذا. تمام، في عندي شغله ثانيه اللي هي الباي دايركشنال ريكرنت نيورال نتورك. حكيت الباي دايركشنال، اذا انا يعني هذه النتورك عاده انه زي ما انتم شايفين بتعامل بالنص انه انا بدي اعمل بريدكت، انه زي مثلا قلنا الجمله انه اي ام ثيرستي اي نيد ا جلاس اوف ووتر، انه بدي اعمل بريدكت لهذه الكلمه، دائما بنظر للكلمات اللي قبلها، ولكن احيانا انه عشان اعمل بريدكت لهذه الكلمه محتاج اعرف ايش بعدها كمان، فعشان هيك انا محتاج اعمل احفظ او يعني اعرف ايش السيكونس تبع النص بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. تمام، فعشان هيك هاي يعني ريكرنت نيورال نتورك باتجاه واحد، الباي دايركشن بتكون باتجاهين، فبالتالي انه بيكون عنده القدره للتعامل مع النص باتجاهين، والتعامل مع النص باتجاهين كمان مره. السبب في ذلك انه انا بدي اعرف عشان اقدر اعمل بريدكت، انه انا بدي اشوف ايش اللي قبل وايش اللي بعد. فانتوا شايفين زي ما هنا انه هي عباره عن تو نتوركس، واحده ليفت تو رايت والثانيه رايت تو ليفت،
تمام؟ في لها فيدنج لنفس الانبوتس، هيو اكس، هيو موصل هنا وموصل اي برايم، تمام؟ والاكس واحد هي موصل هنا وموصل هنا، تمام؟ الواي الان على ايش بيعتمد؟ بعتمد عليهم هما الاثنين، فبالتالي بعمل كونكاتينيشن بالضبط، تمام؟ فبالتالي انه الواي هي عباره عن كونكاتينيشن لتو نتوركس، رايت تو ليفت وليفت تو رايت، تمام؟ طبعا ال اس تي ام هنا يعني محتاج انه نعمل منتين للشورت واللونج ميموري. الشورت هيها هذه الكونكشنز هذه كلها شورت، اللونج عشان انه هدول يكون في لهم تاثير مباشر، انه هذه لها تاثير على البريدكشن، تمام؟ فبروح بعمل توصيل مباشر لإلها بشكل هيك، فبالتالي اللي بهذا اللون انه هو بيكون عباره عن شورت، عفوا لونج ميموري، تمام؟ وهذه الكونكشنز اللي هنا بتكون انه شورت ميموري. هذا كلام موضح هنا، فبالتالي انه اللي موجود بهذا اللون عباره عن لونج، تمام؟ واللي بهذا اللون هنا هو عباره عن الشورت، هذه الكونكشن هي موجود هنا بمثال بالارقام، تمام؟ فبالتالي هذا شورت تيرم ميموري وهذا لونج تيرم ميموري، بس عشان انه التوضيح. اوكي، الابلكيشنز للميوزك حكينا عنها سابقا، السنتمنت اناليسيس حكينا عنها سابقا، تمام؟ فبالتالي انه بيكون انا عندي هنا الانبوت عباره عن سيكونس، والاوتبوت ممكن يكون البروبابيليتي اوف هافينج بوزيتيف او نيجاتيف، والبروبابيليتي بقدر انه انا اطلعها باستخدام هذه اللوس فانكشن اللي هي سوفت ماكس كروس انتروبي with logits، بتطلع لي الـ probability قديش انه هي positive قديش انه هي negative. فبالتالي انه I love this class، تمام؟ هنا انه مش راح يطلع صفر او واحد، راح يطلع probability قديش positive وقديش probability negative، تمام؟ طيب نشوف ايش هي المشاكل تبعت الـ recurrent neural network. في عندي ثلاث مشاكل، في عندي مشكلة في الـ encoding bottleneck، في عندي مشكلة في الـ parallelization، بطيئة جدا فعلا هي الـ network هذه بتطول جدا لما تتعلم، و الـ long memory. المقصود بالـ long memory مش المثال انه احنا زي ما حكينا انه في عندي هنا يعني جملة، تمام؟ وفي كلمة في أول الجملة وفي كلمة في نهاية الجملة، بده يعمل مينتين للديبندنسي بين هدول الكلمتين. لا، أنا بحكي على longer sequence، يعني زي ما بتشوفوا في الشات جي بي تي، إنه على سبيل المثال إنه ممكن أحكي إنه الإجابة السابقة تبعتك بدي إياها تعدل لي إياها وتعمل تضيف كذا وكذا وتاخذ بعين الاعتبار كذا، وبعمل لي جنريشن للونج سيكونس، فبالتالي السيكونس هذا بيكون أطول بكتير يعني من هيك، تمام؟ الريكرنت نيورال نتورك الميموري تبعتها مش كبيره كفايه، تمام؟ فبدنا نحل الثلاث مشاكل هذول، لانه هذه المشاكل هي عباره عن مدخل للاتنشن بشكل عام، والمدخل للترانسفورمرز، تمام؟ طيب زي ما شفنا كيف خمسة بريك وهو عشان عنده قدام العصر، طيب اوكي يعني ممكن